بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية، الأستاذ محمد عبد المجيد يرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات شرح المذكرة التأسيسية لمهارات القدرات الكمية. اليوم نتكلم بعون الله سبحانه وتعالى عن مهارة التناسب كيفية حل مسائل التناسب. عندنا في مهارة التناسب عندنا أنواع من التناسب. عندنا أول نوع هنتعرف عليه مع بعض، التناسب المتعدد. التناسب المتعدد بيكون علاقة بين ثلاث أشياء، علاقة بين ثلاث عناصر، بمعنى إن فيهم عنصر بيزداد بزيادة عنصر وعنصر يقل بزيادة هذا العنصر. يعني نقدر نقول إنه طردي وعكسي في نفس الوقت بين المتغيرات، بعضها مع بعض طردي وبعضها مع بعض عكسي. احنا بنسميه الضرب التبادلي او بنسميه السبعات والثمانيات زي ما تسموه. انا عايزك تحفظ معايا ثلاث كلمات اول ما تشوف السؤال اللي زي كده، تحفظ الثلاث كلمات اللي انا هقولهم دول. العمال، عندنا العمال وبعدين العمل وبعدين الزمن، هما دول الاشياء اللي بينهم العلاقة. بمعنى كلما زاد عدد العمال زادت كمية العمل المنتج. تمام. طيب لما يزيد عدد العمال يقل الزمن المستهلك لصناعة هذا العمل. طيب نتعامل مع السؤال ازاي؟ انا احفظ الثلاث كلمات دول وابدأ ارتب العناصر اللي عندي حسب الثلاث كلمات دول. طيب انا عندي العمال هيتكرر مرتين والعمل هيتكرر مرتين والزمن هيتكرر مرتين، بس هيكون عندي كده ست عناصر، لازم يعطيك خمسة ويطلب منك واحد منهم. ازاي يعني؟ تعالوا نشوف كده. لما يقول مثلا خمس بقرات تنتج 20 لتر حليب في 3 ايام، يبقى ده هنا العمال وال20 لتر ده العمل والأيام دي الزمن. أكتب عمال، عمل، زمن وأبدأ أحط العناصر دي، خمسة تحت العمال، العمل 20، الزمن 3. ثم أبدأ أكمل السؤال، كم يوما تحتاج؟ يبقى بيسأل على الأيام، يبقى هنا بيسأل على الزمن، يبقى الزمن هنا سين، أجي هنا وأحط سين. تحتاج 4 بقرات، يبقى تحت العمال أحط 4. لإنتاج 80 لتر، يبقى أجي تحت العمل وأحط 80. ثم أبدأ أستعمل السبعة اللي بهذا الشكل كده والثمانية اللي بهذا الشكل كده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أضرب الخمسة في 80 في 3 ثم أقسمها على عناصر الثمانية اللي فيها المجهول، يعني أقسمها على 4 ضرب 20، يبقى أروح على طول سين تساوي 5 ضرب 80 ضرب 3 مقسوما على 4 في 20. أنا عندي 4 ضرب 20 تديني 80، أختصرها مع 80، باقي الناتج عندي يبقى س بتساوي 5 ضرب 3 كام؟ 15. يبقى الحل هنا 15. نشوف الفكرة اللي بعدها على نفس الموضوع. يقول 5 عمال يصنعون 100 قطعة قماش في 5 أيام، فكم عامل يستطيع صنع 336 قطعة في أسبوع؟ تعالوا نعمل نفس الفكرة اللي اتعلمناها بقى. آدي عمال وآدي العمل وآدي الزمن. العمال كانوا 5 والعمل
100 قطعة والزمن 5 أيام. كم عامل؟ يبقى أحط تحت العمال هنا س. يستطيع صنع 336 في أسبوع، يعني الزمن هنا 7. وأبدأ أعمل إيه؟ 7 و8. أقول له س تساوي 5 ضرب 3 3 6 ضرب 5، تقسيم 100 ضرب 7. طيب أنا أبسط إزاي؟ ببساطة جدا، 5 في 5 بكام؟ 25. أروح قاسم، أختصر على 25 في البسط وعلى 25 في المقام. على 25 هنا هتديني كام؟ تديني 4. أصبحت 336 على 4 في 7 بكام؟ ب28. أخد رقم الأحد التمانية ده، بدل ما أقسم أخد التمانية وأشوف 8 ضرب كام يديني شيء أوله 6. هل 8 ضرب 4 يديني 32؟ ما تنفعش. 8 ضرب 9 72، أولها 2، ما تنفعش. 8 ضرب 2 16، أولها 6، أهي أولها 6، يبقى هي دي الحل مباشرة. تمام، ده الحل السريع بدون قسمة، بدون قسمة. طيب لو عايز أقسم، هروح أقسم 336 على 4 الأول، أجيب نصها على مرتين، هيطلع نصها هنا 159. أقسم 159 على مين؟ على ال 7. أجيب النص 336 نصها 150، وهنا 18، وبعدين 75 و9، يعني 84. هتبقى 84 على 7 تعطينا 12. لكن الأسهل من كده إن على طول تستخدم طريقة رقم الآحاد، تروح تشوف المقسوم عليه 8 ينضرب في مين يديني شيء أوله 6. 8 في 2. تمام. نشوف الفكرة اللي بعدها. عامل يزرع 300 فسيلة في 60 ساعة، فكم ساعة يستغرقها 10 عمال لزرع نفس العدد من الفسيل؟ هلاحظ هنا ان العدد نفسه، يعني السؤال ده انا ممكن احله بالتناسب العكسي وممكن احله بالطريقة بتاعتنا دي. احنا هنحله دلوقتي بنفس الطريقة اللي بنتعلمها دلوقتي، فهنكتب عمال عمل زمن. العمال كان واحد عامل واحد يزرع 300 فسيلة في زمن 60 ساعة، فكم ساعة؟ يبقى بيسأل على الزمن هنا س. يسترق 10 عمال، يبقى هنا 10 لزرع نفس العدد، أحط نفس العدد اللي هو 300 وأبدأ أعمل 7 و8، يبقى س تساوي 1 ضرب 300 ضرب 60 تقسيم 10 ضرب 300. 300 هتروح مع 300، 60 أشيل الصفر مع الصفر بتاع 10 دي، بقت 6 على 1، يعني كام؟ يعني 6، يبقى الحل 6. تمام كده. نشوف الفكرة اللي بعدها. الفكرة اللي بعدها مهارة التناسب الطردي. مهارة التناسب الطردي هو تناسب بين كميتين، واحدة فيهم بتزيد فالتانية بتزيد تبعا لها، يبقى زيادة احداهما تؤدي الى زيادة الاخرى. مباشرة تعرفها لما احدهما يزيد فيزداد الاخر. طيب بنحلها ازاي مسائل التناسب الطردي؟ هنشوف مع بعض. لما يقول لي عجلات عربات قطر الواحدة منها 70 وتتحمل حمولة قدرها 1000 كيلو جرام،
إذا زاد القطر إلى 77 فما مقدار الحمولة التي تتحملها؟ طيب تعالوا نكتب كده التناسب بتاعنا. القطر 70، يبقى قطر 70 بياخد حمولة 1000. طب لو أنا شلت صفر من هنا يبقى 7، ياخد حمولة كام؟ 100. طب أنا عايز أوصل لكام؟ ل77. أجمع السبعة مع مين؟ مع السبعين. لو أنا جمعت كده يبقى 77، هنا 1100، يبقى 77 بيتحملوا كام؟ 1100. أروح أختار 1100، وده الحل السريع في هذا السؤال. طيب لو أنا عايز أحله بطريقة الإيه، السين والكلام ده، هقول إيه؟ برضو نفس الفكرة، 70 إلى 1000. طيب أنا هخلي 70 دي 77 وأحط هنا إيه؟ سين، وأعمل المقص وأقول سين بتساوي 77 ضرب 1000 تقسيم 70. أبدأ أشيل صفر من هنا مع صفر من هنا، وأقسم على 7 هنا تديني 11 في 100، أكتب ال11 وأحطه قدامها صفرين، لكن هنا الطريقة دي أسهل. يبقى الطريقة الأسهل لك حل بيها عشان تنجز. نشوف الفكرة اللي بعدها، بيقول إذا دارت عجلة عجلة 5 دورات في الثانية ودارت أخرى 9 دورات في الثانية، يبقى هنا في تناسب بين دوران الأولى ودوران الثانية، الأولى بتدور 5 الثانية بتدور 9. فإذا دارت الأولى 45 فكم دورة تدور الثانية؟ يبقى هنا س. ببساطة جدا برضو أنت ممكن تعمل المقص وممكن تفكر في التفكير ده، الخمسة أصبحت 45 إزاي؟ انضربت في كام؟ انضربت في 9. تروح مباشرة تضرب 9 دي في كام؟ في 9، يدي لك 81، يبقى س بتساوي 81. ده الحل السريع. طب الحل العادي إنك تقول إيه؟ س تساوي 45 ضرب 9 تقسيم، مين اللي مع السين في المقص؟ 5، أقسم على 5 يساوي 45 تقسيم 5 يدينا 9، 9 ضرب 9 81، هيطلع نفس الناتج لكن الحل الأولاني أسرع. معاك الطريقتين، واللي تفهمها أكتر اشتغل بيها. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول يكتب أحمد 110 كلمة في 2.75 من 100 دقيقة، فكم كلمة يكتبها في 4.25 دقيقة؟ طيب تعالوا نكتب التناسب. أحمد ده بيكتب 110 في 2.75، كم كلمة يكتبها في كم كلمة؟ يبقى هنا سي في 4.25، وأبدأ أعمل الإيه؟ المقص، يبقى س هتساوي 110 في 4.25 على 2.75. أوه، هنضرب أرقام أعداد فيها كسور ونحتاس في، لا طبعا مش هنحتاس بسهولة جدا، هنستخدم لعبة ظريفة. احنا عارفين ان في الكسور اقدر اضرب فوق في عدد واضرب المقام في نفس العدد، فانا ببساطة جدا كده لو جيت قلت ايه، قلت يا شباب تعالى هنا اضرب دي في 2 واضرب دي في 2، يعني دبل ودبل، 2.75 يعني 3 الا ربع، لما تجمعها مع نفسها تديك 5.5، ودي جمعها مع نفسها 4 و4 8.5، لسه في كسور، دبل تاني تبقى دي 5.5 و5.5 11، 8.5 و8.5 17. أصبحت المسألة 110 مضروبة في 17 قسمت كام؟ قسمت 11، تلاقي على طول 110 تختصر مع مين؟ مع 11 تدي لك 10. 10 في 17 بكام؟ ب170، يبقى الحل 170 من غير ما أضرب
أعداد عشرية وأقسمها وكده الحل يبقى سهل. تمام. طيب، في فكرة تانية هقولها لكم برضو. أنا ممكن أحول العدد ده إلى أرباع، يعني أقول الخمسة وسبعين دي تلات أرباع، والاتنين كل واحد فيه أربع أرباع، يبقى عندي تمن أرباع، وتلات أرباع يبقى ده 11 ربع. طب ودي كام ربع؟ ده ربع واحد. طب والأربعة؟ كل واحد فيه أربع أرباع، يبقى الأربعة أربعة في أربعة ب16 ربع، وأدي ربع يبقى ده 17 ربع. بنظرة بسيطة كده، 110 11، لو أنا حطيت صفر هنا أحط صفر هنا، يبقى السين ب170 على طول. ده حل آخر. طيب نشوف السؤال اللي بعده. يبقى أنا أعطيتك أكتر من خيار في الحل، أهم شيء اللي تفهم بيه حل بيه. اللي بعده بيقول طابعة ليزر تطبع 420 ورقة في الساعة، وطابعة نقطية تطبع 120 ورقة في نفس المدة، يعني في الساعة برضو. إذا طبعت الطابعة النقطية 720 ورقة، فكم تطبع طابعة الليزر؟ يبقى أنا عندي ليزر وعندي نقطية. الليزر بتطبع 420، النقطية بتطبع 120. طيب إذا النقطية يبقى حط هنا 720، كم تطبع الليزر؟ حط هنا سين واستعمل الايه؟ المقص. يبقى سين تساوي 420 في 720 قسمة 120، شيل الصفر ده مع الصفر ده واقسم 72 على 12 تدي لك 6. اضرب الستة في 420 حط الصفر، واضرب 6 في 2 ب 12 اولها 2، صح؟ مين اللي اقوله 0 2؟ اهو، يبقى هو ده الحل. طب كمل يا استاذ. حاضر. 6 في 2 ب 12، 2 ومعانا الواحد، و6 في 4 ب 24 ومعانا واحد، يبقى 25. فعلا هو. تمام. طيب كان ممكن بالملاحظة السريعة اللي خدناها في سؤال قبل كده انك تلاحظ ان ال 120 عشان تبقى 720، افتكر معايا الشكل السداسي، مجموع زواياه 720، ولو كان منتظم يبقى الزاوية الواحدة 120، يعني 6 في 12 ب 72، و6 في 120 ب 720، يعني ده مضروب في كام؟ مضروب في ايه؟ مضروب في 6. تروح تضرب ده في 6 على طول. لو انت قوي الملاحظة تقول ده كبر 6 مرات يبقى تكبر ده 6 مرات، تضرب ده في 6 وخلاص يطلع معاك الحل على طول. قدامك طريقتين، حل باللي تعجبك. اللي بعده شخص يدهن 4 كراسي ب4/3 علبة طلا. 4/3 ده يعني كام؟ يعني علبة وتلت، واحد وتلت. كم يستخدم لدهان كرسي واحد؟ طيب تعالوا نعمل التناسب. أنا عندي كرسي وعندي طلاء، 4 كرسي بياخدوا 4/3. طيب عايز أخلي الأربعة ده واحد، أحط هنا س. ببساطة جدا استعمل اللعبة السهلة، الأربعة دي عشان تبقى واحد إيه اللي حصل؟ انقسمت على كام؟ على 4. تروح تقسم ده على كام؟ على 4. لما تقسم على 4، الأربعة دي هتروح مع الأربعة دي تدي لك 1/3 على طول، يبقى س تساوي تلت. يبقى ده الحل السريع الظريف السهل. أفضل من إنك تقول 1 في 4/3 قسمة 4، تحول قسمة 4 تخليها ربع وبعدين إيه تبسط، هي هتعطيك نفس الإيه الناتج. طيب السؤال اللي بعده، مدينة درجة حرارتها 6 وترتفع، لأ وتقل ب25% عن أول الشهر، يعني ال30 دي
تعتبر الدرجة بعد ما قلت بنسبة 25%. معنى ذلك إن 30 دي بتكافئ كام في المية؟ هي تقل ب25% عن أول الشهر. أول الشهر كان 100%، لما تقل 25 تنقص 125 تبقى كام؟ تبقى 75. إذا التلاتين درجة دي بتكافئ 75%. طب أنا عايز أعرف إيه؟ عايز أعرف الدرجة في أول الشهر، كام الدرجة في أول الشهر؟ أول الشهر كانت 100%، يبقى هنا س، وأبدأ أعمل الإيه؟ المقص. تمام؟ يبقى س هتساوي 30 ضرب 100، آسف، تلاتين ضرب مية اسمت 75. طب أبسطها إزاي دي يا أستاذ؟ سهلة جدا، 100 وال75 دول فيهم قاسم مشترك 25، لو قسمت على 25 تدي لك 4، على 25 تدي لك 3، 30 اسمت 3 تديني 10، 10 ضرب 4 كام؟ 40. تمام، يبقى الحل هنا كام؟ 40. طيب في حل تاني، انا هستبعد ال20 لان درجة 30 دي بعد ما قلت، اذا مش ممكن كانت 20. طيب اروح للارقام اللي عندي، ال35 لو قلت الربع هل تبقى 30؟ هل ربع ال35 بيبقى 5؟ لا طبعا، يبقى ده ما ينفعش. طيب اروح لل50، ربعها كام؟ نص ال50 25، وربعها نص ال25 12 ونص. فال50 لما تقل 12 ونص هل تبقى 30؟ لا طبعا. طب ال40 ربعها كام؟ ربعها 10، لما اشيل منها 10 تديني 30، اذا انا ممكن احلها ايضا بتجريب الخيارات. تمام، شوف الفكرة اللي بعدها، بيقول خزان يروي الحديقة ب60 متر مكعب في 50 دقيقة، إذا فرغ بعد 5 ساعات فكم سعة الخزان؟ طيب يبقى أنا عندي متر مكعب وعندي دقيقة، الخزان ده بيطلع 60 متر مكعب في 50 دقيقة، إذا فرغ بعد 5 ساعات. هنا بتكلم بالدقايق وهنا اتكلم بالساعات، لازم أخلي الوحدات زي بعض، أحول الساعات إلى دقائق، أضرب في كام؟ في 60، أحط الصفر وخمسة في 6 ب30، يبقى ده 300 دقيقة. يبقى أجي هنا وأحط 300، وهنا المجهول س اللي هو سعة الخزان، وأبدأ أعمل التناسب. يبقى س تساوي 60 ضرب 300 المكتملين على صديق السين 50، أشيل صفر من هنا مع صفر من هنا، وأخلي 5 10، أضربها في 2 تبقى 10، وأضرب دي في 2 تبقى 60، أبدأ أشيل صفر من هنا مع صفر من هنا، يطلع الناتج 6 ضرب 60، أحط الصفر، وستة ضرب ستة 36، يبقى 360 متر مكعب، يبقى سعة الخزان 360 متر مكعب. تمام، نشوف الفكرة اللي بعدها، واحد سنتيمتر مكعب من الألواح الشمسية ينتج 1 من 100 واط، فكم مساحة الألواح اللازمة لإنتاج 50 واط؟ يبقى هنا عايز مساحة الإيه؟ الألواح اللازمة لإنتاج 50 واط. يلا نعمل التناسب مع بعض، عندي الواحد سنتيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب أدي 1 بينتج 1 من 100 واط. طب انا عايز انتج 50، يبقى تحت الوط هنا احط 50 واحط هنا س واعمل الايه؟ التناسب. س تساوي
واحد ضرب 50 تقسيم 1 من 100. لازم اخلي المقام عدد صحيح، اضربه في 100 يبقى اضرب البسطة ايضا في 100. لو ضربت 100 في 1 من 100 يطلع 1، واضرب 100 في البسط، 100 في 1 بـ100 في 50، احط 5 و3 أصفار قدامها يبقى 5000 سنتيمتر مكعب. يبقى انا محتاج الواح مساحتها 5000 سنتيمتر مكعب. ننتقل الفكرة اللي بعدها. عجلة تدور 1 على ميم، تدور لام دورة في 1 على ميم ساعة. عجلة تدور لام، يبقى عدد الدورات اللي بتدورها هنا لام، والزمن هنا 1 على ميم ساعة. يبقى نقدر نقول هنا التناسب بتاعنا عدد الدورات وهنا الزمن. عدد الدورات لام والزمن 1 على ميم ساعة. كم عدد الدورات التي تدورها في زمن ساعة؟ يبقى أنا عايز الـ1 على ميم ده يتحول إلى 1 ساعة فقط، يعني عايز ألغي الميم أحط هنا سين. يبقى هنا لام وأحط هنا المجهول بتاعنا هو سين. طيب ببساطة جدا، إمتى الـ1 على ميم يصبح 1 صحيح؟ يلا نحل بالطريقة بتاعتنا السريعة. نقول إيه؟ الـ1 على ميم عشان يصبح 1 أكيد انضرب في كام؟ انضرب في ميم، الميم دي عشان تختصر مع الميم دي يدينا 1، إذا لازم أضرب هنا في ميم. يبقى السين دي تساوي ميم ضرب لام، يبقى سين تساوي ميم ضرب لام، يعني ميم لام. أروح أختار ميم لام أو لام ميم. طيب لو حلناها بالمقص نفس الفكرة عادي، أنا عايز قيمة سين، أضرب اللام في 1 تديني لام، وأقسمها على 1 على ميم، يعني أضربها في مقلوب 1 على ميم، يبقى لام في ميم على 1، يعني لام في ميم اللي هي نفس الإجابة. طيب كده يبقى خلصنا التناسب الطردي. نروح للتناسب العكسي. التناسب العكسي ببساطة جدا، كمية بتزيد فالتانية بتقل. نحفظ القاعدة بتاعته. بتقول ايه القاعدة؟ بتقول ان الكمية القديمة في القديمة ضرب القديمة تساوي الكمية الجديدة ضرب الكمية الجديدة. بنحفظها بسرعة كده ونقول القديم ضرب القديم يساوي الجديد ضرب الجديد. طيب نحل الأسئلة بيها ازاي؟ ببساطة جدا وأسئلتها ظريفة وسهلة. يقول يستطيع مثلا عامل عمل طاولة في 12 ساعة. طب أنا لو زودت العمال أكيد الزمن هيقل، يبقى تناسب عكسي. يبقى هنا القديم كان كام عامل؟ كان عامل 1، والزمن بتاعه كام؟ 12. طيب إذا اجتمع 3 أشخاص يبقى الجديد هيصبحوا كام؟ 3 ضرب كام وقت؟ يبقى س. طيب أنا عايز قيمة س، أقسم على 3 هنا وأقسم على 3 هنا، دي تروح. يبقى س 12 اسم 3 كام يا شباب؟ 4. يبقى س بتساوي 4، يبقى 4 ساعة. أدي الحل ببساطة. شوف الفكرة التانية. بيقول يستهلك 50 شخص خزان ماء في 12 يوم. طب أنا لو زودت الأشخاص المية مش هتكفي نفس المدة، هتقل المدة لأن التناسب عكسي. هنا كل ما زود الأشخاص هيستهلكوا كتير فالمدة هتقل. يبقى عندي 50 ده القديم ضرب العدد كان 12 يوم يساوي، أدي القديم ضرب القديم. إذا زاد الأشخاص 10، مش بيقول أصبحوا 10، بيقول زادوا 10. 50 لما تزيد 10 تبقى كام؟ تبقى 60 ضرب س. طب إحنا عايزين قيمة س، نقسم هنا على 60 ونقسم هنا على 60. هنا هتروح وهنا الصفر يروح مع الصفر. 12 اسمة 6 يدينا 2، 2 ضرب 5 يدينا 10، يبقى س تساوي 10. يبقى كم يكفيهم؟ يكفيهم 10 أيام.
نشوف الفكرة اللي بعدها. بيقول اتناشر شخص تكفيهم المواد الغذائية لمدة 10 أيام، قارن بين المدة التي تكفيهم إذا أضيف إليهم 3 أشخاص و9 أيام، يعني احسب المدة وقارنها مع 9. طبعا عندي هم كانوا كام شخص؟ كانوا 12، يبقى القديم 12. بتكفيهم كام يوم؟ 10 أيام. طيب إذا أضيف إليهم كام شخص؟ هيصبح 15، أضيف إليهم 3 يصبحوا 15 ضرب س. أروح أقسم هنا على 15 وأقسم هنا على 15، دي هتروح مع دي، وأبدأ أقول س تساوي 12 في 10 على 15، أدبل ال 15 تبقى 30، وأدبل ال 10 تبقى 20. كده أقدر أشيل صفر مع إيه؟ مع صفر. وأقسم 12 على 3 تديني 4، 4 ضرب 2 تديني 8. يبقى هنا المدة دي تطلع كام؟ تطلع 8. لما أقارن ال 8 مع ال 9 القيمة التانية أكبر، يبقى القيمة التانية أكبر. طيب السؤال اللي بعده بيقول عامل يزرع 300 فسيلة في 60 ساعة، كم ساعة يستغرقها 10 عمال لزرع نفس العدد من الفسيل؟ أنا عندي العامل واحد بيزرع 300 فسيلة في 60 ساعة، فكم ساعة يستغرقها 10 عمال؟ يبقى العمال كانوا واحد بقوا 10. طب زرع هنا نفس العدد من الفسيل، يعني هنا العدد ثابت، يعني ممكن أحلها بطريقة العمال والعمل والزمن. طب ما هو العمل ثابت، أحلها بالتناسب العكسي أسرع. يبقى في الحالة دي هيبقى واحد عامل في 60 ساعة بيساوي 10 عمال في س من الساعات، يبقى مباشرة أقسم على 10 هنا وأقسم على 10 هنا، يبقى س بتساوي 6، يبقى الحل 6 ببساطة من غير ما أحلها بالتناسب المتعدد. طيب شخص يكتب كتاب في 16 ساعة، اللي بعدها بيقول شخص يكتب كتاب في 16 ساعة إذا أراد 4 أشخاص إنجاز المهمة وبدأوا الساعة 8 صباحا، فمتى ينتهون؟ هنحل بنفس الطريقة، تعالوا نحسب الزمن الأول. عندي واحد بيكتب كتاب في 16 ساعة، يبقى 1 في 16 يساوي 4 في س. 1 في 16 يعني 16، 4 ضرب كام يديني 16؟ 4 ضرب 4 يعني الس دي بتساوي كام؟ 4 ساعة. يبقى ال4 أشخاص دول هيخلصوا الكتاب في 4 ساعات. طب هما بدأوا الساعة كام؟ بدأوا الساعة 8 صباحا، 8 زائد 4 يخلصوا الساعة 12. طب 8 صباحا الساعة الـ12 تبقى 12 ايه؟ تبقى 12 ظهرا. بكده يكون تكلمنا عن التناسب المتعدد والتناسب الطردي والتناسب العكسي. طبعا اكثر مسائل القدرات فيها تناسب طردي كثير جدا جدا، لذلك يرجى الانتباه وحل تدريبات كتيرة على التناسب الطردي. التناسب المتعدد يعني الأفكار مش كتيرة وإحنا جبنا معظمها. التناسب العكسي أفكاره برضو مش كتيرة زي التناسب الطردي، لكن كله بيجي في الاختبار، لذلك الطالب لازم يتدرب على جميع هذه المهارات. أتمنى يكونوا استفدتم معنا النهاردة، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في فيديو قادم. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.